برحب بيك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك ولكل ضيوفك الكرام. طبعا يعني زي ما بناكد ونقول متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وفي البدايه طبعا ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد القمه 120 باذن الله كالعاده تكون من نصيب النادي الاهلي. استعدادات فنيه بشكل كبير جدا للجهاز الفني مستر ريني فايلر. ولو برجع معاك النهارده كابتن ايمن للتدريب الاخير اللي اختتم به النادي الاهلي استعداداته النهارده هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، التدريب طبعا يعني كان اغلبه تكتيك وجمل فنيه وتركيز بشكل كبير، لكن نقطتين مهمين جدا حابب اتكلم معاهم فيها كابتن ايمن طبعا مع كل كابتننا في الاستوديو النهارده. يمكن كانت اشاره مهمه جدا، يعني محاضره فنيه طبعا كالعاده لمستر ريني فايلر، لكن مجرد انتهاء المحاضره شفنا اللعيبه كلها متجمعه بعيدا عن الجهاز الفني، الكلام كله عن اهميه المباراه، كل كان بيحفز اللعيبه الكبار كانت بتتكلم عن اهميه هذه المباراه، كلنا نجتهد الكل يبذل كل ما عنده من جهد وتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ودي اشاره ورساله مهمه جدا لكل اللعيبه، احنا معانا لعيبه صغيره، معانا عربي بدر متواجد، معانا ايضا كمان محمد فخري ومحمد شكري. رساله مهمه جدا لما بيشوف لعيبه الكبار وبيشوفوا لعيبه النادي الاهلي بتجتمع في مباريات قويه زي كده بتدي رساله ان شاء الله باذن الله تنعكس بشكل كبير على لعيبه النادي الاهلي. الرساله الثانيه كمان هو تواجد الكابتن محمود الخطيب امس في التدريب، دي بتنعكس بشكل كبير جدا على الجميع، لعيبه الجهاز الفني على المنظومه كلها بشكل عام، لان التحفيز موجود والمسانده موجوده والدعم موجود، بينقصنا ان شاء الله ان احنا نبذل كل ما عندنا من جهد ان شاء الله في مباراه الغد. وزي ما بناكد كل مره كابتن ايمن عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه في الجهاز الفني، كلها امور فنيه ان شاء الله باذن الله. المناخ بكره كمان يكون طيب معانا ان شاء الله، سواء الطاقم التحكيمي الجو العام دخولنا للمباراة يكون سريع زي ما انتم بتتكلموا اكيد في تحليلكم في الاستوديو التحليلي ان شاء الله باذن الله. كل الامور دي تصب في مصلحتنا غدا، مباراه ما لهاش حسابات بعيدا عن النقاط وبعيدا عن الاسماء وبعيدا عن ترتيب جدول الدوري، لكن ليها حسابات مع الجمهور، ليها حسابات مع اللعيبه ان شاء الله باذن الله. المناخ يكون مهيئ لنا بشكل كبير جدا. عايز اتكلم كمان على نقطه مهمه، واحنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره متعودين في مباراه الاهلي والزمالك بالتحديد بيكون في تجمع كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه، عندنا شاشات عملاقه هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، غدا باكد لك مع الاحترازات بقى يعني مع كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه هتكون مشدده بشكل كبير جدا بكره، كان ليا حديث طبعا مع الاداره التنفيذيه على الامور بكره هتكون ماشيه ازاي. لا كل الشاشات هتكون شغاله غدا في النادي الاهلي وفي الثلاث فروع طبعا بشكل عام، لكن باكد لك العدد الاكبر بيكون هنا. انت عارف طبعا كابتن ايمن مقر النادي الاهلي بالجزيره الاعضاء بتتفائل بشكل كبير ان هي تشاهد مباراه الاهلي والزمالك تحديدا هنا في النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون العدد موجود، لكن بناكد كل مره على الاجراءات الاحترازيه للتباعد. ان شاء الله باذن الله يكون يوم سعيد بكره لينا، يوم سعيد على لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن ايمن نفرح كلنا ونفرح مع نجومنا ومع ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي، لان مباراه مهمه هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله لقب الدوري العام اللي ان شاء الله النادي الاهلي يحافظ عليه بشكل كبير جدا. الغيابات بقى والاصابات والحاجات دي طبعا اكيد معاكم ومع كل كباتننا الكبار في الاستوديو، لكن ان شاء الله باذن الله يكون موفقين بكره غدا، وهي زي ما بنقول وبناكد الاهلي بمنحدر الاهلي ما بيوقفش على حد يا كابتن ايمن، وان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في الميعاد ان شاء الله يا كابتن ايمن. وزي ما شفنا الاجواء في اهلي الجزيره هنروح لزميلنا فاروق صلاح من اهلي مدينه نصر ونتعرف على اخر الاخبار والاجواء هناك. تفضل فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن وكل التحية لضيوف حضرتك الكرام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن أسامة حسني. خلينا أقول لك في البداية يا كابتن أيمن، لا صوت يعلو فوق صوت القمة 120 ما بين الأهلي والزمالك في الأسبوع رقم 21 للدوري المصري. الجميع هنا الحديث الجانبية ما بين الأعضاء، الجميع بيتحدث عن اللقاء وأهمية اللقاء، وطبعا جماهير النادي الأهلي مقابلانا يعني كل الأعضاء هنا بيسألونا يعني بحكم قربنا من الأحداث عن جاهزية لعيبة النادي الأهلي، حالة التفاؤل اللي عند الجميع النهارده، نقدر نقول في ثقة ما بين الجماهير في لعيبة النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي بيسألونا على حالة اللاعبين، بيطمنوا من خلالنا أيضا يعني قربنا من الأحداث عن لعيبة النادي الأهلي والحالة الفنية والبدنية والجاهزية اللي عليها لعيبة النادي الأهلي. الجميع هنا أجمع على مقولة بنتوارثها جيل بعد جيل، إن الأهلي دايما بمن حضر، زي ما قال زميلي كريم إن الأهلي بمن حضر. دي الثقة اللي عند الجماهير ودي الموروثات اللي احنا بنتوارثها جيل بعد جيل. هنا إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية كان لنا لقاء مع العميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، ووضح لنا استعداداتهم لاستقبال اللقاء واستقبال أعضاء النادي الأهلي. تم تخصيص ثلاث أماكن لمشاهدة اللقاء، الشاشة العملاقة الشاشة الرئيسية تكون في الحديقة الرئيسية، وأيضا الشاشة العملاقة الموجودة في منطقة الفوت كورت، وأيضا في شاشة موجودة في المنطقة الترفيهية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللي
الاجتماعي طبقا لبروتوكول وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه والاداره التنفيذيه ومسؤول الخدمات بنادي الاهلي، بداوا من الان التحضير لتوزيع المقاعد وجلوس اعضاء النادي الاهلي لمتابعه هذا اللقاء. الجماهير بتتحدث بينها وبين نفسها عن التشكيل، يعني كلينا احاديث مع بعض الجماهير يا كابتن ايمن. الجميع بيتحدث عن التشكيل، تلاقي مفيش مكان داخل النادي الاهلي، سواء يعني وانت داخل من عند الباب الرئيسي